في معظم الأحيان تكون الطبيعة جميلة بشكل آسر، ومع ذلك في أوقات أخرى يمكن أن يكون الأمر مرعبا تماما، حتى لو كنت أحد أكثر المخلوقات المرعبة عالميا. إذا كنت تريد معرفة ما حدث لهذا الدبور المسكين بعد أن لقي هلاكه اللزج، فسيتعين عليك حسنا البقاء معي. وإذا لم تكن الفكوك المرعبة لخناق الذباب كافية لجذبك، فلدي مجموعة كاملة من المشاهد الغريبة والرائعة والمذهلة التي سأعرضها في هذه الحلقة من أشياء ستراها لأول مرة في حياتك. أعتقد أنه من الآمن أن نقول أن أيًا منا لم يكن مستعدًا حقًا للحجر الصحي عندما حدث، ولكن أصبحت حياة شبه العزلة في تلك الأيام هي القاعدة الجديدة. بالطبع، يتعامل كل شخص مع الملل بشكل مختلف. بعض الأشخاص يشاهدون التلفاز بلا توقف، بينما يتعلم الآخرون مهارة جديدة، مثل هذا الرجل. هل ترغب في تحسين مهاراتك في العزف على البيانو ولكنك لا تستطيع تجميع الطاقة اللازمة للقيام من السرير؟ لا داعي للقلق، كل ما تحتاجه هو بعض الحلقات البلاستيكية، بعض الخيوط، الأشرطة، ويمكنك اختبار مواهبك الموسيقية دون الحاجة إلى تحريك عضلاتك، إلا عضلات يديك بالفعل. بالطبع، عيب هذه الطريقة المبتكرة هو أنه عليك أن تتذكر أي مفتاح يتوافق مع أي خيط قبل العودة إلى السرير، مما يزيد من الصعوبة إلى المستوى الأعلى تماما. ما زلت لا أستطيع أن أقرر ما إذا كانت هذه عبقرية محض أم لا، لكن بالتأكيد لا يمكنك أن تلوم هذا الرجل على إبداعه. قد لا تكون مايسترو موسيقيا، ولكن إليك طريقة أخرى لتحدي ذاكرة عضلاتك. فقط أغمض عينيك وحاول الضغط على زري الإعجاب والاشتراك. لا ينبغي أن يكون الأمر صعبا للغاية، لقد قمت بذلك من قبل، أليس كذلك؟ ستتم مكافأتك بمحتوى رائع في صفحة الاشتراك الخاصة بك مباشرة، وإذا قمت برن زر الجرس الصغير هذا أيضا، فسيتم إعلامك بمجرد تنزيل الفيديو. ما الذي يمنعك؟ لدى الثقافات المختلفة طرق مختلفة لتوديع الأشخاص عندما يقررون بدء فصل جديد في حياتهم. في أغلب الأحيان يتضمن الوداع الودي زهورا أو بطاقة مغادرة، لكن كانت لدى مجموعة من الطلاب في نيوزيلندا فكرة مختلفة تماما في عام 2016 عندما علموا أن أحد معلميهم المفضلين سيتقاعد. قد تجد كل الصراخ والدوس والوجوه الغريبة مثيرة للقلق بعض الشيء، ولكنها في الحقيقة كلها علامة على المودة. الهاكا هي صرخة حرب أو رقصة أو تحدي تقليدي يعود أصلها إلى شعب الماوري في نيوزيلندا. على الرغم من أنه يتم عرضها بشكل خاص في الأحداث الرياضية وخاصة الركبي، إلا أنه يمكن استخدامها أيضا لتكريم الشخصيات البارزة. اجتمع مئات الطلاب معا لأداء الرقصة التقليدية كرمز للقوة والوحدة، ويا له من وداع. بالتأكيد قد يبدو الأمر عدوانيا بشكل غريب لأي شخص لم يسمع عن الهاكا من قبل، لكنني أراهن أنها سببت في سقوط دمعة من عيني المعلم. يمكن أن يصبح المحيط مكانا مرعبا حقا عندما تطلق العنان لخيالك، على الرغم من أن احتمالية أن يجرك الكراكن إلى الأعماق ربما تكون منخفضة جدا، إلا أنه لا يمكنك الجزم أبدا.
حسنا، لست متأكدا مما إذا كنت على علم بذلك أيتها السيدة المصورة، لكن صديقك يتعرض حرفيا لهجوم من حبار عملاق بينما تشاهدين وتضحكين فقط. ربما تكون تضحك مثل المجنونة الآن، لكنني لست متأكدا من أنها ستجد الأمر مضحكا جدا لو كان هذا لوحها. القفز في الماء مع هذا المخلوق لا يبدو أفضل فكرة في العالم أيضا يا صديقي. بعد التسلق مرة أخرى على اللوح، يمكن رؤية مجسات الحبار وهي تلتف حول اللوحة كما لو كانت على وشك سحبها إلى الأسفل. قد تتوقع أن يشعر شخص ما في هذا الموقف بالذعر أكثر، ولكن هناك تطور في هذه القصة. كما ترى، أشار بعض المشاهدين شديد الملاحظة إلى أن الحبار العملاق في هذا الفيديو الذي صوره جيمس تايلور في عام 2017 لا يهاجم في الواقع، بل إنه يموت. يعرف هذا النوع من الحبار، وهو إما حبار عملاق يافع أو حبار هامبولد كبير الحجم، بأنه عدواني في حركاته، بينما تبدو هذه العينة بطيئة جدا. قد تلاحظ أيضا أن جلد الحبار يبدو ممزقا ومنقطا تقريبا، وقد يكون ذلك بسبب تحول لحم رأسيات الأرجل إلى اللون الأبيض عند إصابتها. يشير هذا إلى أنه ربما طفى على السطح ليموت بعد معركة مع مخلوق أكبر مثل سمكة قرش أو حوت، ويحاول الآن التمسك باللوح ليظل على السطح. بدا كل هذا الضحك غريبا عندما بدا الأمر وكأن الحبار كان يهاجم، ولكن بطريقة ما أصبح الأمر أقل ملائمة الآن. مع حلول شهر أكتوبر من كل عام، يتنافس عشاق الهالوين للتوصل إلى أفكار الأزياء الأكثر إبداعاً. ولكن عندما تظن أنك رأيت كل شيء أخيراً، فإن هؤلاء الأشخاص سيجعلونك تتراجع عن فكرتك. هل تلاحظ أي وجوه مألوفة؟ تم عرض هذه الأزياء المذهلة التي تصور بعضا من روائع التاريخ الأكثر شهرة لأول مرة في موكب كاوازاكي السنوي لعيد الهالوين في طوكيو في عام 2018. تشمل مجموعة اللوحات المميزة المرأة الباكية لبيكاسو، الصورة الذاتية لفينسنت فان كوك، الفتاة ذات القرط اللؤلؤي ليوهان فيرمير، الموناليزا لليوناردو دافنشي، والصرخة لإدوارد مانش. بالطبع تم أيضا تكريم القطعة الكلاسيكية الحديثة التي كانت نتيجة عملية ترميم سيئة، وهي إيكيمونو أو المسيح الوحش. قدم مرتدو الأزياء أنفسهم من الخصر إلى أعلى، وبجوارب شبكية وأحذية بكعب عال من الخصر إلى الأسفل، وهذه إحدى الطرق لإطفاء لمسة عصرية على هذه التحف التاريخية. فازت المجموعة بجائزة بامكن أورد المرموقة في عرض الأزياء، وحصلت على الجائزة الكبرى البالغة 500,000 ين، والتي تبلغ حوالي 4,400 دولار. بعض الناس مبدعون للغاية بالفعل. هل صادفتم أي شيء غريب أو رائع أو مدهش تماما يجب على زملائك من مستخدمي الإنترنت رؤيته؟ إذا كان الأمر كذلك، فما عليك سوى التواصل معنا على clips@bmaze.com، وسترى اسمك إذا تم عرض مشاركتك في الحلقة التالية. وإذا أعجبنا مقطعك بدرجة كافية، فقد نشتريه أيضا. ماذا تنتظر؟ من المهم أن تحب الجلد الذي تعيش فيه، ففي نهاية المطاف لن تحصل إلا على جسد واحد، ولكن هذا لا ينطبق على جميع المخلوقات على هذه الأرض. تحدث عن القفز من جلدك. هذه هي اللحظة المذهلة التي ينسلخ فيها جراد البحر الشبح تاركا جسده القديم وراءه. مثل جميع القشريات، يمتلك جراد البحر قواقع أو هياكل خارجية تحد من نموه. لكي ينمو حجمها أكثر، يجب عليها التخلص من قواقعها القديمة، وهو أمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها. بمجرد أن يتحلل الكالسيوم الموجود داخل قشرته الحالية، مما يشير إلى أنه جاهز للتخلص منه، يجب أن يبدأ جراد البحر في ضخ الماء إلى جسمه. يؤدي هذا إلى تشقق الهيكل الخارجي عند نقطة الانهيار في منطقة عنق جراد البحر، مما يسمح له بالانسحاب بسرعة من صدفته. يكون جراد البحر ضعيفا للغاية بعد طرح القوقعة مباشرة، لأنه يكون ناعما وضعيفا جدا بحيث لا يمكنه حماية نفسه. على الرغم من أنها تجربة مرهقة جدا، إلا أن عدد مرات انسلاخ جراد البحر يتناقص مع تقدمه في السن،
من كل 7 إلى 10 أيام إلى حوالي 30 إلى 40 يوما أو أقل في مرحلة البلوغ. يعجبني كيف تتجمع الأسماك الصغيرة التي تتشارك الحوض مع جراد البحر هذا حولها، وكأنها تقول: يا رجل، ماذا حدث للتو؟ عندما ترى طائر العقاق ربما تفكر في أشياء لامعة أو ربما حتى نذير شؤم، ولكن هذه الطيور المربوطة بالخرافات معروفة أيضا بشيء آخر، جنازات العقاق. تمت ملاحظة طقوس الحزن هذه في مناسبات عديدة، وفي بعض الحالات قيل أن طائر العقاق يضع أكاليل العشب لتكريم الموتى. كما ترى، عندما يصادف طائر العقاق رفيقا ميتا فإنه ينادي على طيور العقاق الأخرى في المنطقة. بمجرد أن تجتمع الطيور معا سيقدم كل واحد احتراماته قبل الطيران مرة أخرى. وفقا للدكتور بيغوف من جامعة كولورادو، فإن هذه الطقوس تثبت أن طيور العقاق التي عادة ما ينظر إليها على أنها مخلوقات عدوانية لديها أيضا جانب حساس. في الواقع أظهرت الدراسات أن طائر العقاق هو من أكثر الطيور ذكاء في العالم. في عام 2008 أصبح العقاق الأوراسي هو الطائر الوحيد والوحيد من غير الثدييات الذي اجتاز اختبار التعرف على الذات. يفحص الاختبار ما إذا كان الحيوان يستطيع اكتشاف النقاط الملونة على جسمه أثناء النظر في المرآة، وبالتالي التعرف على انعكاسه الخاص. يبدو أنها مسألة وقت فقط حتى تبدأ انتفاضة العقاق. في مارس 2021 رأى سكان بلدة وولكواي في غرب أستراليا بأعينهم ما سموه معجزة، عندما شاهدوا تدفق نهر محلي لأول مرة منذ 3 سنوات. عادة ما يحتوي نهر غرينوف على جيوب صغيرة من المياه على مدار العام ما لم تكن هناك أمطار غزيرة في الشمال خلال فصل الصيف الأسترالي. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في صيف عام 2018، مما يعني أن مجرى النهر قد تحول إلى أرض قاحلة من الفروع، التربة وأوراق الشجر. كان ذلك حتى ضربت سلسلة من العواصف الخريفية في مارس 2021، ومع تدفق النهر في اتجاه مجرى النهر جمعت المياه كل الحطام الطبيعي الذي تراكم على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما حوله إلى فوضى بنية داكنة تبدو أشبه بمنزلق طيني. دعونا نلعب لعبة سريعة تسمى خمن ما الذي تنظر إليه الآن. قد تعتقد أن هذا مقطع مأخوذ من أحد أفلام الخيال العلمي، ولكن هذه الكتلة الملتوية من الألوان الزاهية هي في الواقع نوع من الدود تسمى الدودة السوداء أو لامبريكولوس فارياغاتوس، إذا كنت ترغب في معرفة الاسم العلمي لها. ربما لم تسمع عن هذا المخلوق من قبل، لكنه في الواقع نوع شائع إلى حد ما من الدودة الحلقية التي يمكن العثور عليها في موائل المياه العذبة مثل البرك والجداول. إنها تشبه دودة الأرض الصغيرة والتي يمكن أن يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، على الرغم من أن سمكها لا يتجاوز المليمتر الواحد. على الرغم من أنها ليست مجهرية من الناحية الفنية، إلا أن الدودة الموجودة في هذه اللقطات الرائعة تم تكبيرها بواسطة محب المجهر ماي مايكروسكوب وورد لإلقاء نظرة فاحصة على تشريحها قبل أن تتحمس أكثر من اللازم بشأن وجود دودة الديسكو المذهلة هذه. ربما يجب أن تعلم أنها ليست متعددة الألوان في الواقع. الألوان الجميلة والزاهية هي نتيجة لإضاءة الدودة بضوء الاستقطاب. هذا يجعل طبقات عضلات الدودة يتغير لونها حسب اتجاه الضوء. في الواقع، عندما يتم إضاءتها بالضوء العادي للمجهر، لا تبدو الدودة مثيرة بنفس القدر. في الواقع، لون الدودة السوداء يتراوح من الأسود إلى الرمادي، لكنها تبدو شفافة تحت المجهر. بمجرد أن تضيء هذا المخلوق، يصبح أروع دودة في العالم. في بعض الأحيان تكون أفضل طريقة للاستمتاع بالعالم من حولك هي ركوب قارب. أثناء الانجراف عبر المياه المفتوحة لبحيرة نقية، يمكنك حقا أن تدع عقلك يسرح بعيدا. لكن بينما تتعجب مما يحيط بك، فمن السهل أن تنسى ما يمكن أن يحدث تحتك.
اتضح أن المناظر تحت الماء يمكن أن تكون أفضل. يتم تصنيع هذا القارب الشفاف المذهل وبيعه من قبل شركة سي ثرو كانوي كومباني التي تحمل اسما مناسبا، والتي تنتج الزوارق وقوارب الكاياك الشفافة منذ عام 2007. تم تصوير هذه اللقطات المذهلة في فلوريدا عام 2017 في الوقت المثالي من العام عندما تبدأ خراف البحر في التجمع والانتقال إلى المياه الدافئة. على الرغم من أنه قد يكون من الخطير وفي بعض الحالات من غير القانوني إزعاج هذه المخلوقات المسالمة في بيئتها الطبيعية، إلا أن خراف البحر في هذا المقطع يبدو أنها لا تواجه أي مشكلة في الاقتراب شخصيا. يبدو الأمر كما لو أنه رأى القارب قادما وفكر في نفسه، يبدو أن هذه فرصة مثالية لتقبيل نفسي في المرآة. عندما تحصل على كلب فإنك لا تدعو حيوانا إلى العيش في منزلك فحسب، بل تلتزم أيضا بالتقاط البراز، تلبية الاحتياجات الغذائية وإبقائه مستمتعا باستمرار. ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول على جميع فوائد الحيوان الأليف دون أي من هذه الأشياء؟ كي لا أتركك تحدق بشكل أكبر، نعم هذا كلب آلي. تم تصوير هذا الفيديو الغريب من سفينة كونسول مركزية في فورت بيرس فلوريدا إنلت في فبراير عام 2021. ترك المتفرجون المرتبكون في حيرة من أمرهم بينما كانت امرأة تمشي مع كلبها الآلي مقيدا على الرصيف، كما لو كان الشيء الأكثر طبيعية في العالم. يتم بيع الأداة المخيفة التي تحمل علامة سبوت من قبل شركة الروبوتات بوستون داينامكس مقابل حوالي 75,000 دولار، وأتيحت لأول مرة للجمهور في عام 2015. النموذج المملوك لهذه المرأة في هذا المقطع يسمى سكرابي، وله قناة يوتيوب خاصة به توثق فيها صاحبته مغامراته المختلفة. لقد انتشر هذا المقطع بالفعل على الإنترنت، مما أثار جدلا حول ما إذا كان من الأخلاقي امتلاك كلب آلي بقيمة 75,000 دولار عندما يكون هناك الكثير من الكلاب الحقيقية في الملاجئ. لا يسعني إلا أن أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من حقيقة ثورة الروبوتات كل يوم. في بعض الأحيان يتعين عليك فقط أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب لالتقاط شيء مذهل حقا بالكاميرا، وكان هذا هو الحال بالتأكيد هنا. تم تصوير هذا الانهيار الأرضي المذهل بواسطة إيما كابوا في منتزه بابا موا هيلز الإقليمي في نيوزيلندا في أبريل عام 2017. وعلى الرغم من أنك ربما لم تشاهد واحدا بنفسك، إلا أن الانهيارات الأرضية في الواقع أكثر شيوعا بكثير مما تعتقد. في الواقع تشكل خطرا جيولوجيا كبيرا في كل ولاية تقريبا في أمريكا، مما يتسبب في أضرار تزيد قيمتها عن مليار دولار وحوالي 20 إلى 50 حالة وفاة كل عام. تحدث الانهيارات الأرضية وانجراف التربة بسبب اضطرابات في الاستقرار الطبيعي للمنحدر بعد فترة من الأمطار الغزيرة التي أحضرها إعصار ديبي معه، والذي تسبب في فيضانات مفاجئة في نيوزيلندا في عام 2017. انقسمت التربة الرخوة على هذا التل المنحدر إلى قطع ضخمة وبدأت في التدفق مثل كتلة مميعة إلى أسفل التل. هناك شيء واحد مؤكد، لا تريد أن تكون على وشك التنزه في القاع. يعلم الجميع أن الأشجار تنمو من الأرض، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان الأمر كذلك، فكيف تفسر هذه الصورة المحيرة؟ قد يبدو الأمر وكأنه عمل من الفوتوشوب، ولكنه في الواقع نوع من زراعة الأشجار اليابانية التقليدية المعروفة باسم دايسوغي. بالعودة إلى القرن الخامس عشر، واجهت اليابان نقصا في الشتلات وكذلك الأراضي التي يمكن زراعة الأشجار عليها بشكل صحيح. لمكافحة هذه المشكلة، تم إنشاء حل مبتكر، زراعة أشجار إضافية من الأشجار الموجودة مسبقا. دايسوغي، والتي تعني حرفيا منصة الأرز، ينتج عنها شجرة تشبه يدا مفتوحة بها أشجار متعددة أصغر تنمو منها بطريقة عمودية تماما.
تتضمن طريقة تقليم أغصان أروزيكي تاياما بحيث تنمو البراعم المتبقية بشكل مستقيم لأعلى على المنصة. بدلا من تقطيع الشجرة بأكملها للحصول على الخشب، يمكن أن يقطع الحطابون الأجزاء العلوية فقط، مما يترك بنية القاعدة والجذور سليمة. تستخدم هذه التقنية في الوقت الحاضر في الغالب في الحدائق أو البونساي، ولكنها ساعدت في الماضي في تلبية الطلب المتزايد على تاروكي، وهو نوع من الأخشاب المستقيمة والخالية من العقد التي تنتجها دايسوغي. يا رجل، إن الأساليب التقليدية للهندسة المعمارية والحرفية في اليابان دائما ما تكون أنيقة للغاية. خلق الله جسم الإنسان بميزات مذهلة حقا، ولكن الأشياء التي لا نستطيع حتى رؤيتها بأعيننا هي التي يمكن أن تدهشنا حقا. ربما ليس لديك أي فكرة عما يحدث في هذا المقطع للوهلة الأولى، تلك الفقاعة الغريبة والمتكتلة التي تراها هي في الواقع نوع من خلايا الدم البيضاء البشرية المعروفة باسم العادلة، والتي تشكل حوالي 40 إلى 60% من جميع خلايا الدم البيضاء في أجسامنا. هذا المقطع مأخوذ من فيلم مقاس 16 ملم تم إنتاجه في الخمسينيات من قبل ديفيد روجرز في جامعة فاندربيلت في ناشفيل تينيسي. تزحف العادلة بين خلايا الدم الحمراء والتي تتميز بشكلها الكروي ولونها الداكن، وفي الوقت نفسه فإن النقاط السوداء الصغيرة غير المنتظمة التي يبدو أن العادلة تطاردها هي كائنات دقيقة من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والتي تمت إضافتها إلى الفيلم. تلاحق العادلة البكتيريا بلا هواد حتى تبتلعها بالكامل في عملية تعرف باسم البلعمة، ومن خلال تناول هذه البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، تنفذ العادلة بنجاح هدفها الأساسي المتمثل في حمايتنا من العدوى السيئة. الآن أوجه تحية لجميع العادلات المجتهدة التي تقاتل على أرض المعركة في جسد الآن. لا تتعلق الطبيعة فقط بأقواس قزح والفراشات، وإذا كنت تريد حقا الاقتراب شخصيا من جانبها القبيح فلا تنظر إلى أبعد من خناق الذباب. تحتوي هذه النباتات آكلة اللحوم على أوراق مفصلية مبطنة بأسنان مرعبة. عندما تنغلق الأوراق فإنها تشكل فخا قاتلا للغاية، لكن الذباب المنزلي العادي ليس الوحيد المعرض للخطر. يبدو أنه لا توجد طريقة للخروج من هذه المشكلة يا سيد دبور. تجذب نباتات خناق الذباب الحشرات إلى بطانة أوراقها عن طريق إفراز رحيق عطر، على الرغم من أنه يبدو أن الرحيق الموجود في هذا المقطع قد يكون ممزوجا بقطرات من العسل أيضا. لا يتم إغلاق المصيدة على الفور لأن الشعيرات الحسية الصغيرة التي تسمى الترخوم الموجودة داخل النبات يجب أن تحسب حركات الحشرة أولا. بشكل عام يجب على النبات أن يسجل حركتين على الأقل من الحشرة في حوالي 20 ثانية، ثم بوم، بمجرد أن ينغلق هذان الفكان لن يكون هناك مفر، وكلما زادت حركة الدبور كلما أغلقت المصيدة بإحكام أكثر. سيتم بعد ذلك إدخال العصارات الهضمية إلى منطقة فم النبات لتحطيم الحشرة ببطء. بعد 5 إلى 12 يوما سيعاد فتح النبات، وستقوم الريح بأخذ بقايا الغلاف الخارجي للدبور. ولكن لماذا يبدو أن الكثير من الدبابير تتجول في نفس الفخ في هذا المقطع المروع؟ بمجرد القبض على الدبور الأول يطلق فيرومونات هجومية تجذب أصدقائه من الدبابير إلى نفس المكان حيث يلقون حتفهم أيضا. هل سمعت يوما القول المأثور؟ إذا قفز صديقك من أعلى منحدر فهل ستفعل الشيء نفسه؟ حسنا، في هذه الحالة يبدو أن الإجابة هي نعم. ما لم تكن من محبي الحيوانات المخلصين حقا، فمن المحتمل ألا يكون لديك الكثير من الأشياء الإيجابية لتقولها عن الثعالب. إنهم صاخبون مزعجون ولا يحبون شيئا أكثر من البحث في قمامتك وإحداث فوضى تامة، لكن يمكن أن يكونوا في الواقع لطفاء جدا في بعض الأحيان. تحدث عن اللطافة الزائدة. شوهد هذا الزوج من أشبال الثعالب البرية وهما يلعبان على ترامبولين في الفناء الخلفي لشخص ما، عندما أدرك أحد المخلوقات الجميلة فجأة أن الأرض أصبحت أكثر مرونة بكثير مما اعتاد عليه.
من المثير للدهشة أن الثعالب ماهرة في القفز لأنها تميل إلى إخفاء نفسها بالانحناء قبل القفز على ظهور فرائسها، لكنني أراهن أن هذه هي المرة الأولى التي ترتد فيها الأرض. ماذا يقول الثعلب قد تسأل في هذه الحالة؟ الجواب هو بوينغ. أي من هذه الأشياء أعجبك أو أثار اهتمامك أكثر؟ إذا كنت تريد مواصلة سعيك نحو الذهول، فلماذا لا تطلع على إحدى الحلقات السابقة من هذه السلسلة؟ لا تنسوا الاشتراك، وإلى المرة القادمة. شكرا على المشاهدة يا رفاق.